البط، هتمسكي البطايه الحلوه هتنقعيها في ميه تغطيها، وبعدين تحطيها شرايح ليمون، تمام؟ مش هنحط خل تماما، هتدعكيها كده بالليمون، ملح ودقيق ورشه جنزبيل، هتدعكيها الاول كويس جدا. اوكي، شرايح ليمون، ملح، جنزبيل، هتدعكيها ودقيق، خلاص. وبعد كده تروحي واخداها نقعيها في ميه تغطيها، تحطي لها بقى سكر وملح، ربع كوبايه سكر ربع كوبايه ملح، اتفقنا؟ وبعد كده تروحي حاطه شرايح ليمون، فلفل اسود حصى، قرنفل، ورق لوري، اي حاجه عندك كده عطريه حطيها، سيبيها 6 ساعات، طلعيها غزغزيها ماشي، وبعد كده تبليها بايه بقى؟ اضربي بصلايه في الكبه او ابشريها، عايزاها ناعمه جدا، تمام؟ تبليها بقى بملح وفلفل اسود ورشه جوزه الطيب وبهارات السبع بهارات او البهارات اللحمه، حطي عليها كمان حبهان مطحون، سماق، بصي اي بهارات عندك، توم بودره وبصل بودره، اي بهارات عندك هتحطيها عليها، خلاص. وبعدين تحطي عليها معلقه صلصه، معلقه عسل اسود، ليمون، وخل ومستردة، خلاص. هدعكي كل البطة بالكلام ده جوه وبره، وبعدين تيجي على أكبر عين عندك، حلة أو صينية حلوة، صينية، خليها صينية، صينية غير لاصقة، تمام؟ وهتروحي حاطة فيها شوية زيت حلوين، وبعد كده تروحي تسخنيها كويس جدا، حاطة البطاية، البطاية، خلاص. تقلبيها كل شوية تاخد لون من جميع الجهات، وبعدين تروحي قمراها بفايل ورقه زبده، وسيبيها تستوي هنا على البوتاجاز او تدخليها الفرن، يا اما على البوتاجاز او تدخليها الفرن، خلاص استوت على البوتاجاز هتدخليها الفرن تاخد لون. عايز اقول لك انت هتاكلي بطه في حياتك ما دقتي زيها بجد، بصي هتستمتعي بالنسيره، نسيره هتبقى دايبه واخده من كل الطعم. ليه؟ حته الخطوه اللي احنا عملناها على النار بالتتبيله دي، وتروحي مقلباها واخده وش، تقلبيها واخده لحد ما كلها تتحمر، وبعدين تروحي مهديه النار، ده كله كان على العالي، تهدي النار بقى وتسيبيها وتغطيها وتقمريها، يا اما في الفرن يا اما برده على البوتاجاز. عارفين انا سويت قبل كده ديك رومي على البوتاجاز من فوق، وكان احلى، يعني انا عندي ماما الديك رومي ده لو ايه ما تاكلوش ما تحبوش ابدا. عايزه اقول لكم ان هي مش عايزه اقول لكم يعني عجبها ازاي، كل اللي كان عندي عجبهم ازاي طعم الديك رومي، كان احلى ديك رومي ممكن اكون عملته في حياتي بان انا سويته على البوتاجاز. طبعا اخد مني 6 ساعات، مش دي المشكله، ولكن هو استوى حلو، شارب من الصوص، الصوص اللي نزله كان بيشرب منه، بس كده. عايز اقول لكم هتستمتعوا جدا بطريقه البط دي، ممكن نعملها برده للفراخ، هتستمتعوا بيها جدا، بتطلع مشويه، بديها لون بقى فين؟ في الفرن خالص بعد ما تستوي، سواء هنا او هنا، بشيل بقى الفايل واديها لون خطير، وبعدين نرشها في حمايه، وادعوا لي واعزموني بقى.